نبقى برئاسة الجمهورية، حيث استقبل رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو رئيسة الشباب الإفريقي التابعة لفوضية الاتحاد الإفريقي السيدة فرانسين فرحة، وتناول اللقاء عدد من المواضيع المتعلقة بالشباب في القارة الإفريقية. تقرير عائشة خليل بالعلا. نسبة للاهتمام الذي يوليه، فقامت رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو بقضايا الشباب الإفريقي على وجه العموم والشباب التشادي على وجه الخصوص. تجيء هذه المقابلة التي جمعت السيدة فرانسين فرحة مويمبا رئيسة الشباب الإفريقي التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي بفقامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو، وذلك قبيل انعقاد الصالون الدولي للطلاب الأفارقة الذي سيفتتح يوم غد 23 وحتى 25 من الشهر الجاري بالعاصمة أنجمينا. اللقاء الذي تم بحضور مساعدي رئيس الجمهورية بالأمان العامة والمكتب المدني برئاسة الجمهورية، طرحت خلاله السيدة فرانسين فرحة عدد من الملفات الشبابية، حيث أطلعت رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو على الاستعدادات لانعقاد الصالون الدولي للطلاب الأفارقة الذي سيتضمن عدد من الملفات سيتم دراستها في هذا الصالون. من جهته رئيس الجمهورية شجع رئيسة الشباب الإفريقي على مواصلة الجهود من أجل تحقيق كل التطلعات الشبابية، وإن الشباب الإفريقي يجب أن يكون له القدرة على تحمل المسؤولية والجدارة في العمل وترك الأفكار الخاطئة والتفكير في المستقبل، لأن القارة الإفريقية تتطلب شباب يتملك القدرات المهنية والكفاءات. كما أكد فخامة رئيس الجمهورية للسيدة فرانسين وقوفه ووقوف الحكومة التشادية مع الشباب وتقديم العون والمساعدة لهم من أجل مستقبل البلاد والقارة السمراء. رئيسة الشباب الإفريقي التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي عقب خروجها من اللقاء عبرت عن شكرها لفخامة رئيس الجمهورية على هذه المقابلة، وقالت: نحن كشباب إفريقي قررنا بأن قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة ستحمل شعار الشباب والتنمية، ونسبة لهذا الحدث علينا أن نتشاور مع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي بدوره المسؤول عن هذا الملف من أجل معرفة التوجيهات التي سنقوم بها وماذا ينتظر الشباب الإفريقي من شعار قمة الاتحاد الإفريقي عام 2017. كما أضافت بأن ملتقى جمينا سيضم مختلف الشباب والذين يمثلون مختلف الدول من أجل التبادل مع إخوانهم التشادين فيما يتعلق بشعار القمة القادمة ومستقبل الشباب. وأخيرا هنأت السيدة فرانسين فرحة الحكومة التشادية على توليها رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، واصفة ذلك بالأمل الكبير لكل الأفارقة، علما بأن الصالون الدولي للطلاب الأفارقة الذي ستحتضنه العاصمة إنجمينا سيتم بمشاركة عدد كبير من ممثلي المنظمات الدولية بما فيهم الشباب الإفريقي.